بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا خذ بأيدينا إلى حيث مصلحتنا في دنيانا وأخرانا وما بينهما أثناء الحياة البرزخية. آمين يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على الأبشرياء. الله الذي الله، وبعد يعرف به سبحانه وتعالى الذي، ورا ادرس الذي في مخص المولى، والذي في من حارب الحقيقة القرآنية والحقيقة حقيقة التنزيل وحقيقة رسالات من رب العالمين. الذي بل الذي خذاه على عاتقه باش ينحر الناقة، هي معجزة لسيدنا صالح عليه السلام. وين ما جرى، الذي مع الله شيء ومع ما سوى الله شيء. ريت نفس العبارة لكن تعني فيما يخص المولى بلا خيرات من الله، سواء كان له يكون واحد يكون قهار يكون ينعم على خلقه كونه يرفع السماوات كونه وضع القسط وخلق القلم وهل مجر. والذي الأخرى والعياذ بالله، يا ويل اللي عنده ارتباط بها، أنا لي شد زول، ومن يكتم فإن قلبه أنا قلبه ميت، أنا قلبه مظلم، فهو ظالم لنفسه ولا يكتمها إلا شقي. نعود بفضل الله تعالى حتى لا نشقى إذا أخذ القرآن كما يجب أن يؤخذ كلام الله عز وجل. والسلام.